اختيار كابتن مؤمن زكريا عشان يكون سفير الكاف في نهائي الشامبيونز ليج الافريقي طبعا، وتم اختيار او تم اعلان من قبل الاتحاد الافريقي انه مؤمن هو اللي هيحمل كاس البطوله قبل ما يتم تسليمه للبطل او كابتن الفريق اللي هيفوز بالبطوله طبعا، ونتمنى ان شاء الله يكون محمد الشناوي. طبعا ده خبر مهم جدا، واعتقد انه ردود الافعال ما بقتش احنا تجاوزنا بقى ردود الافعال المصريه، يعني ردود الافعال الاقليميه والعالميه والقاريه بقت كلها الحقيقه بتقدم الدعم المعنوي اللي مهم جدا طبعا، ونتمنى انه ياثر بشكل ايجابي على حاله نجمنا وحبيب جماهير الاهلي. مكانته زادت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره كابتن مؤمن زكريا، وان شاء الله يخف بالسلامه ويرجع لنا مره ثانيه. اللقطه الثانيه ساره لقطه مو صلاح في انجلترا، والواقعه طبعا اللي يمكن ناس كتير جدا تابعتها او عرفت عنها طبعاً. النهارده اللفته الانسانيه قبل اي شيء، يعني فكره انه خدوا بال حضراتكم انجلترا واوروبا عموما، فكره يعني ممكن موقف زي ده يحصل عندنا ويبقى تقريبا عادي، يعني عادي انه حد يتدخل ويشوف وضع غلط، لانه احنا جزء من تركيبتنا فيها حاله الشهامه والجدعنه. الثقافه الاوروبيه والثقافه الغربيه بشكل عام ما فيهاش ده قوي، وخصوصا انه لما تكون انت شخصيه معروفه او تكون نجم في مجال معين بيبقى دايما في فكره انه انت خايف على نفسك، او انت ما تحطش نفسك في موقف ممكن النتيجه بتاعته او العواقب بتاعته تبقى سيئه جدا عليك، خصوصا لما نتكلم على بلد زي انجلترا الى حد ما ممكن يبقى فيها مستوى العنف في وقائع زي دي او في حوادث زي دي عالي شويه. فلما نجم من نجوم العالم يفكر ان هو ينزل ويتدخل لمساعده حد بسيط جدا ويتدخل وينجح بالفعل في ده، اعتقد طبعا لفته انسانيه. عشان كده دايما بنقول انه عاملوا الناس باخلاقكم، واذا كنت في وقت من الاوقات مش عايز اتكلم في موضوع دين، بس انا بتهيالي انه اللي عمله صلاح ده دعايه كبيره جدا لشخصيه المسلم، واعتقد انه اذا كنا بنتكلم على اسلاموفوبيا في العالم، او اذا كنا بنتكلم على انتشار ارهاب في العالم بيسيء بشكل من الاشكال للدين الاسلامي، فانا اعتقد ان التصرفات اللي من النوع ده هي اكتر تصرفات بترد وبتصلح مفاهيم كتير ممكن تكون مغلوطه. بتفق معاك طبعا يا احمد، ويمكن ده مش غريب على محمد صلاح، يعني محمد صلاح معودنا على المواقف الانسانيه خارج الملعب، وطبعا داخل الملعب بنشوفه بطل برضو. يمكن كنت من الحاجات اللي بقراها عن محمد صلاح لما كنت بشوف ذا سان ونفس الجريده اللي كانت كاتبه النهارده عنه ومواقف كتير عنه قبل الشهره، انه من وهو صغير يا احمد في مره زي حرامي سرق بيتهم، وهو كان موقفه مختلف جدا، يعني وقتها وقابل الراجل ده ودور له على شغل واداله فلوس وقعد يقول انا لازم اتفهم موقفه كويس قوي وان هو ايه اللي يخليه يعمل ده. فمن الواضح ان دي حاجه فيه من وهو صغير وملهاش اي علاقه لا خلي بالك التفكير فعلا مختلف، المينتاليتي مختلفه، ان هو بيحاول يشوف ايه اللي دفع الراجل ده ان هو يعمل كده ويساعده ويساعده ماديا. نعمل كونتراست كده او تضاد لطيف جدا، لانه للاسف شديد في اوقات كتير جدا النجوميه بتعمي البصر والبصيره، يعني احساس النجم بشهرته وبحب الناس ليه ممكن يتحول عنده او يسيب عنده اثر سلبي، الايجو الى حد كبير او يعني النفس دايما زي ما بنقول اماره بالسوء، وبالتالي بتبقى الشهره والنجوميه دافع بالنسبه له انه يتعالى على الناس، انه ما يقربش اكتر، انه ينسى الناحيه الانسانيه. على العكس من ده النجوميه مفترض انه اي نجم في اي مجال، مش بس بتكلم على كره القدم، بتكلم على كل المجالات، رياضه، فن، ثقافه، اي حاجه، انه النجوميه انك انت تكون مثل، وانك انت تكون قدوه، وانك انت تبين للاجيال اللي جايه بعد منك ايه ممكن يكون النموذج اللي دايما يحتذى به. وفي ده الحقيقه صلاح اللي بيتمتع بنجوميه عالميه، يعني بكلمكم مش بس نجم على مستوى مصر ولا افريقيا ولا الوطن العربي، انا بكلمكم نجم ليه شهره على مستوى العالم، بيدي الحقيقه أروع مثال. بالنسبة لمؤمن زكريا أحمد، أنا مبسوطة أن ده بيحصل وأن مؤمن دايما في الصورة، لأنه دايما جمهور الأهلي بشوفه على السوشيال ميديا دايما لما يحصل لقطة ليها علاقة بمؤمن زكريا، سواء كان التواجد مع النادي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي أو الاحتفال على طريقته بالأهداف، كل دايما كان دايما الجمهور بيبقى مبسوط جدا بده، وبعدين يرجع يقول بس يا ريت ما تكونش لقطة وتعدي، يا ريت ما ننساش مؤمن زكريا، يا ريت يفضل دايما في الصورة، يا ريت نحسسه دايما أن هو كأنه لسه في الملعب. فالحقيقة
الحقيقه انه كل فتره بيحصل حاجه واخرها اختياره كسفير للتشامبيونز ليج زي ما بتقول، دي حاجه تفرق جدا مع الجمهور، مع جمهور الاهلي، وطبعا مع طبعاً مؤمن زكريا معنويان. كلام طيب كتير قوي عن مباراه. قبل ما نروح فاصل عشان ما توديناش لفاصل، لاني هقول للناس التشكيل المتوقع لماتش النهارده. النهارده ان شاء الله في حراسه المرمى